إنه فصل الشتاء ودرجة الحرارة كما يشير هاتفي 8، لكن رغم هذا ثمة مجموعات تسبح هناك وأخرى تقف في قائمة الانتظار. دعونا نتعرف لماذا يقومون بذلك. الأعمار من فئات مختلفة حتى فوق 60 عاما، ومن كلا الجنسين، بل المشاركون فيما يسمى ببطولة السباحة بالماء البارد من بلدان مختلفة كذلك. وإذا كانت درجة الحرارة كما أسلفت هي 8 درجات مئوية في الخارج، ففي داخل الماء تصل ل3. لكن ما الذي يجبر نحو 700 مشارك على فعل هذا؟ أنا أحب السباحة في الماء البارد، يمكن أن تكون صعبة لكنني اعتدت على ممارستها منذ 2 عامين. يحتاج المتسابق إلى التأقلم حتى يتمكن جسمه من التكيف مع درجات الحرارة الباردة، وينصح القائمون على تنظيم هذه البطولة بالتحدث إلى رجال الإنقاذ واتباع نصائحهم. وإذا طلب رجال الإنقاذ من المتسابق الخروج من الماء لأنهم يعتقدون أنه في خطر، فعلى المشارك القيام بذلك دون شكوى. لكن لا يبدو أن أحدا يشتكي حتى لحظة تصوير تقريرنا. منظمو المسابقة قدموا لي خدمة بتحدثهم باللغة العربية التي تعلموها، فما كان لي إلا أن أسأل المزيد. مبسوطين كثير بعد 10 دقائق في الماء، تقريبا ساعة بعد ذلك أنا سعيد كثير. حاليا وفي الفترة الأخيرة من يمكن من حوالي 10 إلى 15 سنة بدأ الناس بدأوا يعني يكتشفوا الاستمتاع بالسباحة في الخارج. لماذا في فصل الشتاء؟ لماذا يختار السباحون فصل الشتاء؟ لكن هي مش فقط رياضة، لكن نوع من الاستمتاع والحالة الراحة النفسية. فناس كثير بيجوا وبيسبحوا زي ما شايف إن احنا حاليا في شهر يناير، لكن ناس النادي العضو أعضاء النادي بيجوا طوال السنة. المشاركون في السباحة الشتوية بالهواء الطلق يصرون على أن الممارسة الرياضية هذه فوائد صحية، حتى وإن كان الأمر ما زال محل جدال ونقاش طبي. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.